ضيفنا اليوم جاي من الشمال لحتى يخبرنا عن نشاطات جامعة البلمان بهال 25 سنة بهالربع قرن اللي قطع، وأكيد نشاطات جديدة رح يقوموا فيها كمان قريبا جدا. معنا دكتور وليد مبيض وهو عميد القبول والتسجيل بجامعة البلمان. دكتور مبيض صباح الخير. صباح النور، شكرا لكم. أهلا فيك معنا باستوديو عالم الصباح. ومن الشمال لبيروت صرنا منعت الهم المشوار، خبرنا كيف كان المشوار بالأول. لا مشوار حلو كتير، لو ما شوية زبالة على الطرقات يعني غير هيك مشوار كتير. عجقة سير طمنا بيروت، بس ما بدكم تشوفوا عجقة سير تعول عنا على الشمال. بس بجوني في عجقة سير كمان كتير من الكازينو انت وجاي لها. طب هاي طبيعي يعني. نتعود عليها على كل الأحوال. هو مع كل مشاكله ما في أحلى منه، وعن جد لو ما نحن هالقد بنحبه وبنعشقه وما فينا هالقد نضحك لما بنحكي عن كل الأمور اللي بنمرق فيها، لأنه لو ما ضحكنا على مصيبتنا ما فينا نقطعها ونتخطاها 100%. بس بنفس الوقت بدنا نجرب نلاقي حلول، بدنا دلل الابتسامة على وجوهنا. أكيد هيدا أهم شيء. بالدرجة الأولى لبنان معروف بنظامه الأكاديمي المهم جدا، معروف بجامعاته الكبيرة، معروف صحيح. قديش عنده تاريخ بالخارج لكل الناس يجوا على لبنان ويفوتوا على جامعات لبنان، ومنه جامعة البلمان العريقة جدا. حضرتك كعميد قبول وتسجيل بجامعة البلمان، كيف عم بتشوف كمان هلأ إقبال التلاميذ؟ كيف عم بتشوف التوجهات بالنسبة للمجالات للاختصاصات بالجامعة بالتحديد؟ إذا بتسمحي لي شوي أحكي عن تاريخ جامعة البلمان. أكيد. بهيك بشي دقيقة. تفضل. الجامعة البلمان تأسست 1988، كان فيها ثلاث كليات. معهد القديس يوحنا دمشق اللاهوتي اللي هو كان جامعة من سنة 1970، عندنا القلبة الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة اللي كانت جامعة قائمة بحد ذاتها من سنة 1937. نعم. وأول كلية ناشئة كانت كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ومن ثم أنشأنا كلية العلوم، كلية إدارة الأعمال، كلية الطب، كلية الهندسة، كلية الصحة العامة وعلومها، كلية القديس جورجيوس الاختصاص الطبي، كلية علوم المكتبات، وآخر كلية عندنا هي كلية التكنولوجيا. نعم. البلمان تطورت من 88 لليوم من 3 كليات ل 11 كلية ومعهد، من حوالي 400 طالب إلى 5600 طالب. بسم الله. عندنا 5 كامبسز، 5 حرم جامعية. الحرم الرئيسي بالكورة. نعم. يمتد على مساحة حوالي 500 ألف متر مربع في أكثر من 40 مبنى. أكثر من 40% من طلابنا بالحرم الرئيسي بالكورة بالشمال هن من خارج محافظة الشمال. يعني جامعة البلماند في الحرم الرئيسي هي محج للطلاب من لبنان، من صحيح. كل لبنان ومن خارج لبنان. صحيح. في عنا الحرم سن الفيل يلي في القلبة الشهيرة، اللي خرجت مخرجين كتير طبعاً كمان، مخرجين وفنانين ومبدعين وموسيقيين. بالزمان كانت القلبة تعلي موسيقى كمان. مزبوط. وفي عنا حرم المجمع. أنا لأني كتير من هو أنا غرام السينما، مشان هيك بعرف قديش في كتير مخرجين تخرجوا من القلبة. مشان هيك بتحب القلبة كتير. وعنا مجمع القديس جورجيوس الطبي الجامعي في الأشرفية. نعم. يعني عنا كلية الطب سنواتها السادسة والسابعة، الاختصاص الطبي وكلية الصحة العامة وعلومها. في عنا الحرم عكار ببينه لكلية عصام فارس للتكنولوجيا، والحرم الجديد تبعنا هلا بسوق الغرب بعلي، افتتحناه هيدي السنه وبلشنا نعلم فيه، وحيكون كامبس بكل ما للكلمه من معنى. شو ابرز الاختصاصات اللي موجوده بحرم علي هلا؟ بحرم علي في عنا هلا حاليا 4 كليات. نعم. كليه الاداب والعلوم الانسانيه فيها بس اختصاصين، العلوم التربويه والاعلام وتقنيات الاتصال. في عنا كليه العلوم بنعطي فيها بريميد بيولوجي 4، وفي عندنا كلية إدارة الأعمال بنعطي بزنس، وفي عندنا كمان كلية الصحة العامة وعلومها تقريبا بكل اختصاصاتها بالأخص علوم التمريض وعلوم العلوم المخبرية وتعزيز الصحة. ولح نبلش بكلية جديدة كمان بعلي هي كلية التكنولوجيا بالسنة الأكاديمية. نعم. 15-16. يعني جامعة البلمان استقطبت طلاب مثل ما بقول ما بس من لبنان، من خارج لبنان حتى. صحيح. حوالي 11% من طلاب جامعة البلمان هن طلاب غير لبنانيين حاملين جنسية أو ما لبناني أجنبي أو كومبليتلي يعني تماما جنسية أجنبية. نعم. طب هون كمان دكتور مبيض، لما بنحكي عن مجال الاختصاصات وأيضا عن القطاعات اللي من بعد عم توجهوا لها التلاميذ، يعني هون بنعرف قديش الجامعة هي يعني مخط السير بيناتهم إذا فينا نقول. صحيح. يعني بتوصل المدرسة ببعدين سوق العمل. سوق العمل. نعم. بسوق العمل. يعني هون كمان عم نشوف قديش ضمن الحديث عن قديش عم بيلاقوا بعدين وظائف، قديش عم يبقوا بلبنان، قديش عم بيسافروا، قديش فعلا جامعة البلمان عم بتحاول تأمن لهم وظائف
وظائف تخليهم يقدروا يلاقوا يعني تخليهم يلاقوا يعني اختصاصات يلاقوا وظائف من بعدها، وايضا يبقوا بلبنان ما يضطروا يهاجروا لبرا لحتى ما يصير في فائض ببعض المجالات. هلا اذا بنبلش بعمليه انه قبل ما نوصل لسوق العمل اذا بنحكي بعمليه التوجيه صحيح هيدا اللي بتبلش بالمدرسه. جامعة البرلماند هي مع جامعات شقيقة لها في لبنان عاملين لجنة بنقوم بعملية التوجيه الجامعي بشكل جامعي أو منفرد. بنسعى أنه نوصل للطالب شو الاختصاصات طبعا المتوفرة بهالجامعات في لبنان، شو كل اختصاص يؤدي إلى أي وظيفة بالمستقبل. هذا شيء بيساعد الطالب، نحن على أيامنا ما كان شيء موجود نهائيا. صحيح. يعني هذا الشيء عم يتأمن للطالب هو بالمدرسة، بس ما ننسى كمان دور الأهل بهذه العملية، دور المدرسة كمان. أنه الجامعة بتعمل زيارة أو زيارتين للمدرسة ما أنه كيف لتوجيه الطالب. بندعي الطلاب يجوا على الجامعات لحتى يشوفوا بنفسهم شو هي الحياة الجامعية، شو المختبرات الموجودة بالاختصاصات. وكجامعة بلماند نحن في عنا مركز للتوظيف جوب بليسمنت سنتر يلي بيساعد الطالب انه يلاقي شغل. يعني بندعي الشركات الى جوب فير في البلماند كل سنه، بتجي اكثر من 100 شركه ويقوموا بعمليه انترفيو لهالطلاب اللي هن قادمين على التخرج. هلا الجامعه تسعى بعلاقاتها، يعني طبعا عندنا نحن السنه خرجنا 1250 متخرج. نعم. بكافة الاختصاصات. نعم. وما في شك انه كل خريج هو سفير للجامعة. صحيح. ومنتشرين بكل العالم وبالاخص بالدول العربية وبالخليج. كل خريج مع الوقت بيصير اللي هو سفير لنا، بيصير هو عنصر جذاب للخريج الجديد، يعني بتلفن الخريج القديم بيقول انا بدي مهندس، بدي طبيب، بدي شخص بإدارة الأعمال بالصحة العامة. يعني بيساعدوا الخريجين جداد بالبلماند أنه يلاقوا لهم وظائف. حسب الإحصاءات اللي عندنا أنه الخريجين يا أما بيلاقوا وظيفة قبل التخرج أو خلال 6 شهور بعد التخرج. بعد التخرج. هلا بتقولي لي أنه كلهم يبقوا بلبنان؟ مش كلهم، ما حيبقوا. كل عمره لبنان هو حاضن مصدر للأدمغة. وهذا مستقبلنا. هذا قديمنا وحاضرنا وحيكون مستقبلنا كل عمرنا اصلا. يعني معروف عن لبنان قديش 3 أضعاف شعبه عايش خارج لبنان، اذا مش اكثر، اذا مش اربع، اذا مش 4 أضعاف. ايضا ما في شك انه الجامعه بتخصص المتفوقين ببعض الامور، لانه الشخص المتفوق لازم يتم معاملته كمان على غير اسس، مش بس يعني يحس حاله انه عم بحط كل هالمجهود بالجامعه لحتى ما من بعدها يتم مكافاته بطريقه معينه. نعم. قديش عم تشتغلوا على موضوع المنح للمتفوقين ايضا؟ جامعة البرلمان بتقدم كثير من المساعدات والمنح الجامعية. نعم. إذا بلش بعملية المنح الطلاب المتفوقين بمدارسهم ويلي تفوقوا أيضا بامتحانات التحصيل والكفاءة الـSAT، بنعطي هالطلاب منح إما جزئية أو كلية كاملة. بالإضافة لهالمنح للمتفوقين بعلامات المدرسة والـSAT عندنا كمان منح للمتفوقين بامتحانات الثانوية العامة اللبنانية. صحيح. اول 5 الحمد لله السنه عملوا امتحانات. اي نشكر الله لحد نقدر نعطي منح. السنه الماضيه ما قدرنا نوزع، السنه الماضيه بسبب الافادات. صحيح. ما قدرنا نعطي، يعني انحرم كثير من الطلاب من منح في الجامعه للاسف الشديد. ان شاء الله بضل الامتحانات مستمره ان شاء الله يا رب. بقى بنعطي اول 5 بكل فرع بكل محافظه منح تتراوح من 50% الى 100%. طبعا في شروط لحتى الطالب يحافظ على المنحه وتستمر معه للتخرج. صح. بالشهاده الجامعيه الاولى. بالإضافة للمنح للمتفوقين عندنا برامج مساعدات اللي هي على شكل هبات. أي طالب يقبل في جامعة البلمات كطالب نظامي، يعني ماني بحاجة لتقوية باللغة، هذا الطالب بيحق له من أول فصل أن يتقدم بطلب مساعدة مالية الفاينانشال ايد اللي هي هبة. صح. وليست عبء على الأهل أو على الطالب اللي مجبور يردها بعد التخرج. صح. وتعطى هذه المنحة بعد دراسة ملف ومن قبل مساعدة اجتماعية وتقرر الجامعة حجم المساعدة وتستمر هالمساعدة. بصير هدول بيعطي وقت منه للجامعة هو؟ لا 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 ابدا. لا. هيدي هبة. هبة كلية. هبة بكل ما للكلمة من معنى. بالإضافة للهبة. ايه. طبعا تحافظ عليها بده معدل 70%. ايه. ولكن بالإضافة لها في برنامج مساعدات اللي هي على شكل عمل طالبي. هيدا هو اللي انا عم بستوكي. ستودنت وورك. هيدا اوكي بيعمل الطالب في الجامعة بعدد ساعات معينة ويطلع له حسب من قصته يضاف الى المساعدة اللي كان اخذها على شكل هبه، فاذا الهبه لا ترد الى الجامعه. أوكي. وليست دين ولا ما بيشتغل مقابلها، ولكن العمل الطالبي على الطالب ان يعمل في الجامعه لقاء حسم معين من قصته.
بالإضافة إلى هالشيء هذا كمان في عنا الطالب يلي ما تفوق بامتحانات الدخول ولكن خلال دراسة الجامعية تفوق هو على احتياج الشرف صح. هذا الطالب يطلع له نوع من تقدير له شكل مالي يضاف إلى حسابه في الجامعة ويمكن توصل إلى 100% إذا بجي معدل 95% كمان. يعني الطالب المتفوق يقدر والطالب يلي هو بحاجة بمعنى الأهل بحاجة إلى دعم من الجامعة نتعاون نحن والأهل أنه نعلم ابنهم هذا دور الجامعة عليه أن تلعبه كمان. وعندنا كمان بعض الاختصاصات في بعض الكليات مدعومة من الجامعة يعني كلية الآداب والعلوم الإنسانية كل الاختصاصات اللي بنقدمها مدعومة بنسبة 25% لحتى يعني البلد بحاجة إلى معلمين صح. بحاجة إلى مجازين بالعلوم التربوية باللغات بالتاريخ بعلم النفس بالإعلام وتقنيات الاتصال عم يشجع الناس يدخلوا على الكلية هي. كما أنه في كلية الصحة العامة وعلومها كمان في بعض البرامج فيها مدعومة من قبل الجامعة. عندنا بعض الاختصاصات يلي هي بكلية عصام فارس للتكنولوجيا مدعومة من قبل الجامعة. هون عم نشوف كمان تخرج هالسنة كمان من جامعة البلمان. إيه أنا إحنا بنسميه العرس الجامعي. إيه صحيح صحيح. يعني عندنا 1250 خريج مثل مسكرة عريس قبل. وعروس. عريس وعروس طبعاً صحيح. أكيد. و751 منهم حضروا الحفل من هالخريجين ليش؟ لأنه ال 1250 هن قسم منهم تخرج بصيف 2014 والقسم الثاني بخريف 2014 والقسم الاكبر هو بالربيع بقى اللي تخرج بالصيف او بالخريف ولقى شغل ما راح يرجع خصوصي للحفل صحيح بيكون اوريدي بلش شغله بقى هذا عرس جامعي ونحن بنصر انه كل سنه ان يكون الحفل في حرم جامعه البلمند في الكوره وبيجوا كل الخريجين من كل الكامبسز تبعنا من عكار من علي اسم احد اتخرج قريبا ان شاء الله ان شاء الله ومن بيروت وبيجوا بيتخرجوا كلهم في الجامعه في الكوره والسنه حضر حوالي 8000 مدعو اللي هن اكثريتهم اهالي واقارب للخريجين صحيح واكاديميين كمان وطبعا اساتذه وموظفين بالجامعه ايضا يعني كمان الالمناي للبلمان كمان فاعل يعني فاعلين كثير نعم. بمختلف انحاء العالم ومنهم كمان عشل بيصير لخريجي البلمند ايضا بشكل دائم صحيح كمان قديش عم بيقدر يساهم ويلعب دور بتنشيط وتفعيل دور الجامعه ان كان بلبنان او خارج لبنان نحن من سنة 2008 بشرنا بعملية إقامة حفل عشاء سنوي بلشنا بدولة الإمارات وبنعمله سنة بدبي سنة بأبوظبي هيدي السنة اللي مرقت عملناها بأبوظبي كانت هي الحفل الثامنة لجامعة البلمان ويشرف على هذه الحفل لجنة من خريجي الجامعة بيا إمارة أبوظبي يا أما إمارة دبي والمناطق الشمالية نعم. هوني كل سنة هدف الحفل هيدي هو طبعا درجة أولى التواصل مع الخريجين الدرجة الثانية التواصل مع الشركات والأشخاص والأصدقاء للجامعة المقيمين بهذه الدولة ثالثا تعمل فيزيبيليتي للجامعة أنه هذه الجامعة موجودة والطلاب موجودين فإذا حكام المنطقة هناك بيقدروا دور هذه الجامعة رابعا التواصل مع الشركات هناك والأشخاص النافذين اللي معهم مال نقول له أنه في طلاب بحاجة لمساعدة فإذا سنويا الجامعة تقوم بجمع مبلغ كويس يعني من المال مبلغ حرزين من حفلاتنا بأبو ظبي ويعود بدبي وأبو ظبي ويعود رايح هذه الحفل بالكامل إلى مساعدة الطلاب في جامعة البلمان مع التطور اللي صار خصوصا بدولة الإمارات هيكون في عنا إن شاء الله قريبا جامعة في دولة الإمارات جامعة البلمان في دبي بدبي بالأول بدبي نعم. حتكون بدبي فقط وحتكون يعني بالنسبة لنا هي خطوة كتير كبيرة صحيح. انه حكام دولة الامارات وقصدوا جامعة البلمان الجامعة الناشئة ولكن نجاحات هالجامعة ونشكر الله خلال هال 25 سنة اثبتت جامعة البلمان وضعوا ثقتهم فيها انه هي اهل للثقة واهل وخصوصا نوعية الخريجين يلي بسوق العمل بقى ان شاء الله بالسنة الاكاديمية 16-17 حنكون انطلقنا بالامارات بالامارات بدبي ان شاء الله وشو هن راح تكون الاختصاصات بهالجامعة مبدئيا يعني ابرز نحن الكليات ابرز الكليات انا حنبلش بكلية الهندسة بكلية العلوم وكلية ادارة الاعمال ولكن اختصاص فقط من كل كلية لانه هنيك الشروط انه بتبلشي باختصاصات وعلى كل اختصاص ان يكون مرخص من قبل دولة الإمارات وهن عندهم بيعملوا فيزيبيليتي نحن عملنا فيزيبيليتي بلان تم التوافق عليها من قبل وزارة التعليم العالي بدولة الإمارات وهن بيحطوا لي خطة شو الاختصاص اللي فيك تعلميه وفقا لسوق العمل عندهم
بقى كتير العملية مدروسة يعني جدا مدروسة. دكتور مبيد قبل ما نختم بس بالنسبة لكمان الدورمز الموجودين بالجامعة، لأنه الجامعة بتستقطب تلاميذ مش بس من الشمال، هي موقعة بالكورة يعني قريبة من 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 كل المناطق تقريبا، إنما كمان بيكون عندها ناس من الخارج، قديش متوفر كمان أماكن للسكن للطلاب؟ في عندنا نحن سكن للطلاب داخل حرم الجامعة بالكورة بالبلماند للطلاب للذكور وللإناث، عندنا بحدود ال 180 مكان للصبايا وحوالي 100 للشباب، بس الجامعه نمت المنطقه كلها هناك. يعني في حوالي اكثر من 30 مركز يعني سكن للطلاب بالضيع المجاوره لجامعه البلد. هون عم تعمل تنميه يعني طبعا تنميه المنطقه كلها صحيح. وبحب اللي هون يعني اللي بيجي من جوني الى بيروت بياخذ معه وقت اكثر بكثير ما يروح من جوني الى بلمان في الكوره. بحب هون يشير الى كمان المشروع اللي هلا الجامعه بلشت فيه السنه، هو بناء مستشفى جامعي في البلمند يعني بالقريب بالقرب من الحرم الرئيسي للجامعه. يلا ان شاء الله هذا المشروع على 3 سنوات نترقبه ان شاء الله. فاذا وبركي بيكون عندنا كمان اكيد لقاءات لمتابعته اذا بعد 3 سنوات. هذا شرف لنا وان شاء الله بيكون الطريق سالكي وامني وبدون زباله على الطريق ان شاء الله يا رب للجميع يا رب. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم لاستضافتنا في عالم الصباح هذا الصباح. اهلا وسهلا فيك. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع الشيف فريد وايضا محطه مع لما وشوفي. خليكم معنا.